اعتقد ان هتكون حاسمه. الماتش مش هيتحسم بسهوله، لان هم كمان عندهم لعيبه مش سهلين بيلعبوا في دوريات كبيره جدا، فاعتقد الماتشين مهمين. المهم بس ان احنا هنا نخرج على الاقل يعني 1-0 يعني لينا. اتوقع ان شاء الله يكون الحسم هنا عندنا، وان شاء الله يعني مثلا نكسب 2-0 3-0، بس المهم ان احنا نكسب باذن الله. ان شاء الله نخلص هنا على طول، مش هنروح لاي حد. ان شاء الله هنكسب الماتش 2-0 وهنتاهل. متوقع ان مصر هتكسب السنغال 3-0 ان شاء الله، والحسم هيكون ان شاء الله هنا. يعني اعتقد ان الكره بملعبنا احنا. احنا عندنا المباراه الجايه يوم الجمعه على ارضنا وسط جمهورنا 60-70 ألف متفرج. لو عرفنا نخرج بشباك نظيفه، اولا نفوز بفرق هدفين 2-0 3-1، فهيبقى مباراه العوده هتبقى سهله، هنسهل المباراه على نفسنا شويه يعني. انزل اضغط، انزل استغل اي فرصه. ان شاء الله التعاون من نصيبنا، نرد عليهم. هم خدوا مننا امم افريقيا، كانوا هم افضل مننا، بس ان شاء الله احنا نرد عليهم. اللي عندنا مطار نرد ان شاء الله نصعد على حسابهم. وديت بتبقى فرصه كويسه ان هو المباراه الاولانيه في استاد القاهره، ان هو يقدر ان هو يخلص من هنا ويقدر ان هو يجيب اهداف كتيره علشان تريحنا في ماتش العوده في العاصمه السنغاليه دكار.